ربي وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سومة، والنهارده معانا فيديو جديد. صباح الفل، صباح النشاط، صباح الجمال، صباح يوم الجمعه الجميل، القمر اللي زي ما انتم شايفين كده، يوم نادي ان شاء الله. يلا اول حاجه نذكر الله ونقول لا اله الا الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. النهاردة روتين الجمعة اللي بيبقى روتين يوم كله بركة، وخصوصا بعد الصلاة ما اتفتحت في الجوامع. عايزة اقول لكم يعني بيبقى ما شاء الله الجو عندنا جميل جدا، خصوصا مع فتح الجوامع بتبقى الخطبة شغالة في المسجد وشغالة على التلفزيون، بتبقى حاجة كده تفتح النفس. واول حاجة هعملها بعد الصلاة طبعا، بعد الصلاة بتاعت الصبح يا جماعة ان انا حضرت كده بيض بالبسطرمة وحضرت شوية جبن وحلاوة وطلعت عيش بيتي وهنروح نفطر. فقلت احضر بقى فطار سريع كده علشان خاطر افطر انا وجوزي، الولاد لسه نايمين واحنا لسه الصبح وهو لسه راجع من الشغل. فطرنا والحمد لله، وهو دخل نام جنب الولاد وانا دخلت بقى على الشقة. عايزه اقول لكم بقى كنت عايزه يعني هو هينام بقى شويه ولما يصحى قبل صلاه الجمعه بحاجه بسيطه ويروح يصلي. فانا قلت بقى استغل الوقت ده. بصوا بقى الولاد كانوا سايبين الصاله من قبلها بيوم، طبعا انتوا خلاص حفظتوا يعني حفظتوا الشقاوه بتاعتهم وحفظتوا اللي هم بيعملوه، فانا مش محتاجه اتكلم فيه كتير. بس هو ده يعني ايه، العركه بتاعت امبارح كانت كده يعني مش كان لعب، لا ده مش لعب اطفال، دي عركه تمام. فزي ما انتوا شايفين كده هشيل بقى كل حاجة من مكانها وهنفض. طبعا الألعاب والبازل معروفة مكانهم، ما بيبقاش لا في الجردل بتاعهم ولا في السبت بتاع اللعب، لا مكانهم تحت الشلت ومكانهم تحت الركنة، دي بقت معروفة قاعدة خدوها قاعدة كده في الشقة بتاعتي. البازل والألعاب اللي هي الحيوانات والحاجات دي دايما ده مكانها معروفة، يعني حتى أنا لما بنعوز ندور على حاجة دايما نشيل الشلت ندور عليها والله مش عارفه اقول لكم ايه يعني، طيب علشان خاطر اللي ولادي بيعملوه فيا ده كتير المهم بدات ان انا اشيل الحاجه دي كلها من مكانها واظبط كده الدنيا وارجع الشلت في مكانها تاني هي والخداديات. عايزه اقول لكم ان اللي بيحصل ده واللي انتوا شايفينه ده، انتوا لو جيتوا من كام سنه كده قبل ما انا اتجوز انا ما كنتش احب الموضوع ده ابدا، ان ماما تقوم تفتح الشقه في عز الصبح يعني، وخصوصا لو في ايام شتاء الدنيا بتبقى يعني ساعه، وتقومنا الصبح بدري وتفتح الشقه كلها تدخلها هوا ونصحى بدري ونفطر بدري ونفطر، لازم نفطر قبل ما بابا ينزل على صلاه الجمعه هو واخويا اسلام. عايزه اقول لكم يعني ايه ده يا ماما، النهارده اجازه سيبينا ننام بقى براحتنا، يعني انتوا عارفين انا كنت ببقى حاسه كده وكنت ببقى متازمه جدا وانا قايمه من النوم الصبح بدري كده. انا طبعا ما كنتش اعرف قيمه الكلام دوت، يعني انا كنت يعني عايزه انام وعيله بقى. لا دلوقتي انا تفكيري يعني كلنا كده لما بنبقى بنشيل مسؤوليه حاجات كتيره جدا بتتغير وبنلاقيها بتتغير جوانا، وبنعمل نفس اللي اهالينا كانوا بيعملوه بالظبط وبالسنتي، لان هو ده الصح. احنا ما بنبقاش شايفين ان ده الصح في وقتنا، لكن في الوقت اللي انت بتشيلي فيه المسؤولية بتعرفي ان هما كانوا صح في كل حاجة في كل حاجة. دلوقتي انا لازم اقوم افتح الشقة بدري عشان ادخلها هوا واجدد هوا علشان خاطر الشقة تنتعش كده وما يبقاش فيه طاقات سلبية، لازم اقوم اشغل القرآن، لازم اقوم احضر فطار علشان جوزي يفطر قبل ما يروح الصلاة. كل اللي كان بيحصل وماما كانت بتعمله هو اللي احنا بنعمله دلوقتي. بصوا يعني ربنا يخللنا اهالينا علشان غرسوا فينا الحاجات دي، واحنا لازم نغرسها في ولادنا ونعمل زي ما اهالينا كانوا بيعملوا، علشان مش هيقدروا ولا يعرفوا قيمة الحاجة دي غير بعد ما يتدبسوا او يتجوزوا او يشيلوا مسؤوليات. في الوقت ده هيعرفوا بقى بالظبط قد ايه كانت الحاجه دي مفيده، وهم كانوا لا مش حاسين قيمتها، لا
يعني كل واحد بيبقى شايفها من وجهة نظره، لكن وجهة النظر الصح بتبقى طبعا للكبير، اكبر منك يوم بيعرف عنك بمئة سنة مش بسنة واحدة. فدلوقتي انا بعمل زي ماما بالظبط. اول حاجة رحت مفتحة الشقة ومفتحة الشبابيك، يعني مش مفتحة الشقة، يعني فتحت الشبابيك علشان اجدد هوا الصالة. طبعا وانا ما بنيجي ننام ببقى قافلة نص، يعني مش قافلة يعني مش بقفل الشبابيك، لأ ببقى مفتحها نص. فانا اول ما بصحى الصبح بفتحها بقى على الضرفتين، وبفتح الباب السلكي بتاع الشقة، بيبقى الصبحية بقى لسه في نسمة هوا كده خفيفة قبل الجو ما يحرر. وزي ما انتم شايفين بدات ان انا اظبط كل حاجه حواليا، الركن ظبطتها كلها من ساسها لراسها. هنا كمان هشيل بقى الصينيه اللي على الترابيزه دي، اللي هي انا كنت حاطه فيها الشمع وحاطه فيها الفازه. ولادي مش سايبينهم في حالهم خالص خالص، فانا هشيلهم. عايزه اقول لكم بقى ان بجد طول ما في اطفال صغيره في المكان ما ينفعش تهتمي باكسسوار ولا بفازات ولا بالكلام ده، عمرك ما هتعرفي تسيطري. انا مش عارفه نهائيا اسيطر، لان مجرد ما بلف وشي هم عندهم الاطفال كده حب استطلاع عالي جدا، عايزين يعرفوا ويستكشفوا كل حاجه بتحصل حواليهم. فبيبقى نتيجه الاستكشاف ده ان الحاجه دي يا بتتكسر يا بتتدغدغ حاجه من الاثنين ملهمش تالت. المهم يعني حاولي بقدر الامكان تعلي الحاجات دي او تشيليها لغايه لما يفهموا يستوعبوا شويه، يعني رغم ان هم على ما يفهموا هتكون فتره الكوره ولعب الكوره في الشقه وصل. ففي الحاله دي برضو ما تشتريش اكسسوار، بلاش اكسسوار في الشقه خالص. المهم خلينا نرجع لموضوعنا نرجع هنا لموضوعنا. شلت كده الحاجات اللي انا فرشاها على الارض، حافظه السجاد والسجاده، ودخلتهم على البلكونه علشان خاطر يقعدوا بقى في الشمس شويه كده، واشوف بقى الكوارث اللي هم عاملينها. بص البسكوتات والحاجات اللي انا بديها لهم في ايديهم، طبعا بيلعبوا وهم بياكلوا، يقوم البتاع دوت المروحه نطره الاكياس بتاعه البسكوت تحت الركنه. اللعب البازل وهم بيلعبوا يتخانقوا بيها، يضربوا بعض بيها، يعملوا حرب بيها. بيعملوا حرب على فكره يعني مع بعض. اول ما بتبدا الحرب دي بتلاقي حاجات كتير كده عماله طايره في الشقه رايحه جايه كده، وحاجات بتتكسر وحاجات كده، حاجات غريبه كده بتحصل. فالمهم يعني لميت كل الحاجات دي، وهلم بقى اللي هيتغسل هيتغسل، واللي هيرجع في مكانه هيرجع في مكانه. وجبت هنا ميه للمسح وهحط فيها جنرال، بس ما تحطيش من الجنرال كتير، لان الجنرال بيعمل رغوه عاليه جدا. الكلوريكس ممكن ما يعملش معاكي رغوه اصلا، بس بيعقم وبينظف كويس وبيعمل ريحه حلوه، لكن الجنرال هو مطهر ومعقم للارضيات والاسطح وكل حاجه، بس بيعمل رغوه فظيعه. فحاولي وانت تستخدمي مثلا ربع غطا صغير في الجردل ده، لان الربع غطا ده برضو هيعمل لك رغوه بس مش كتير، فاهماني؟ بس كده بدات ان انا امسح بقى الارض. عايزه اقول لكم الحتت اللي انا بدوس عليها برجلي دي كانوا واكلين عنب، والعنب ده معرفش انا معرفش اتفعص ازاي تحت الركنه. هتقولوا لي ازاي؟ انا هقول لكم برضو مش فاهم، انا لغايه دلوقتي مش فاهمه، بس هو مش واقع، لا ده مفروك كده في الارض، مش عارف والله ما عارفه وصل ازاي وفركوه ازاي تحت الركنه، انا ما اعرفش. المهم رحت مرجعه بقى بعد ما مسحت تحت الركنه. انا كنت حركتهم اصلا الركنه كلها قطع كلها من مكانها في الصاله التانية عشان اعرف اجيب من تحتها كويس. مسحت كده تحتهم ورجعتهم الاول، ودي اخر قطعه همسح برضو الارض من تحتها وارجعها في مكانها تاني. لو ما عملتش الحركه دي ممكن انساها اصلا، يعني انا ممكن انساها، انا عملتها معاكم قبل كده الحركه دي، جيت رحت كانسه ومرجعه الركنه في مكانها، قمت نسيت خالص امسح ومسحت باقي الاسطاله وكل حاجه ونسيت خالص امسح من تحت الركنه. فلازم اروح محركه بقى الحاجه دي كلها من مكانها خالص بعيد، وامسح اكنس وامسح وبعد كده ارجعهم. دي اسهل طريقه، لان برضو الصاله حتى بعد ما نقلت الناحيه الثانيه، الصاله برضو الناحيه الثانيه ضيقه برضو مش واسعه يعني اوفر ولا حاجه. وجيت هنا خرجت بقى زي ما اتفقت معاكم، شلت كل الالعاب والبازل والحاجات دي والحيوانات وكده، اللي هيتغسل حطيته كده في المطبخ في طبق، واللي هيدخل في مكانه دخل في مكانه، والباقي ده كله اللي على الارض ورق. ايس الهانم بتجيب الكراسات بتاعتها وبتقول لي هلون يا ماما وهكتب يا ماما. بعد 5 دقايق بلاقي الكراسات هي ومحمد عاملينها طيارات زي ما انتم شايفين كده المنظر، دي كده كرستين شكرا هيترموا في الزباله.
هم اطفال ومش مستوعبين، وهي بتلون وبتحب تلون، بس محمد لسه مش مستوعب قوي فبينتش منها الورق، فهي بتبقى عايزة حاجتها وهو عايز ينتش منها الورق لان شايف الوان بتزغلل عينه، بيقوموا مقطعين الكراسات ما بينهم يعني، فاهمني؟ بس هلم بقى كل الورق وكل الحاجات والليلة دي علشان هاخد بقى مسح الناحية التانية. بصوا بقى الترابيزة بتاعت الكمبيوتر، انتوا سألتوني هي بكام، هي تقريبا بتتباع ب 550 600 جنيه، هتلاقوها في التوحيد والنور، هتلاقوها في الاماكن دي، تمام؟ انا مش فاكرة بكام بالظبط، بس هي في الحدود ديت، مش هتعدي الكلام ده، علشان الناس اللي سألتني الفيديوهات اللي فاتت بكام يا سومة ترابيزة الكمبيوتر. عايزه اقول لكم بتلم تراب كتير جدا لان هي تحت الشباك، تحت الشباك بتاع الصاله اللي هي اللي فيها النيش ده، غير اصلا الدفايه الناحيه التانيه هتشوفوا عليها كارثه دلوقتي. وهنا برضو نفس الكلام، البتوع دول، انا الشقه عندي فيها كميه شبابيك مش طبيعيه كتير جدا، فبتلاقوا عندي التراب متوغل في الشقه بطريقه مش طبيعيه. برضو هنا كده الرفوف دي في وش الشباك برضو، فبيجيب من على السطح ويحدف عليها، فبرضو عليها تراب كميات كبيره. بمسح كده ولمع بالمرال، ما مسحتش البتاع دي، قولوا معايا اسمها ايه، ترابيزه الكمبيوتر بالمرال، علشان لقيته مش مستاهل يعني، هي تلميعه كده اول ما مسحتها كده بالبتاعه اللمعه فيها ظهرت، لكن هنا علشان لو حد مثلا معدي بيحط كوبايه شاي مش عارف ايه كده كانت ملحوسه، فانا مسحت كل الرفوف دي ومسحت الدرع ومسحت المكان بتاع حامل الشاشه دوت، وجيت هنا عند برضو النيش. بصوا ما بحاول ان انا ما انساش اي حاجه، مسحت الازاز بتاع النيش ونزلت كده على الخشب بتاعه، برضو بيبقى محمل تراب بعد ما بكنس، التراب كمان بيبتدي ان هو يرسى بقى على الخشب وعلى الحاجات دي ويهدى كده وينزل على الحاجات ديت، فبسيب اخر حاجه تلميع الخشب قبل بقى ما امسح، قصدي بعد ما بمسح يعني، بعد ما بكنس وبمسح بروح جايبه تلميع بقى اخر حاجه، التلميع اخر حاجه. هنا كده زي ما انتم شايفين البتاعه ديت برضو كان عليها يعني ايه غبره خفيفه جدا كده، فمسحتها. بصوا هي مش باينه اهو، مش باين حاجه اصلا، بس هي كان عليها غبره خفيفه قوي برضو نازله من الشباك قدامها، وبرضو بحب ان انا لمعها في الاخر، لان بعد ما بلمعها في الاول واجي اخلص كل حاجه الاقيها كانها ما اتلمعتش، بعد ما بخلص مسح وكل حاجه الدنيا بتهدى كده والتراب بيرس عليها من تاني، بيبقى كاني ما عملتش اي حاجه، وكل مره على كده، فقلت المره دي بقى ان انا همسحها مره واحده في الاخر واخلص، بدل ما اقعد المع في الشاشه واعمل كل حاجه، وفي الاخر اعيد من اول وجديد، اعيد من تاني. بس ثواني يا جماعه، في حد عمال يبعت لي رسائل. المهم خلاص الحمد لله كده الدنيا راقت ونضفت، وزي ما اتفقت معاكم ان اخر حاجه بعملها التلميع علشان التراب بيرسى تاني من تنفيض الشبابيك، وسواء تزعيف بقى او كنس او كده، فبيرسى تاني على الحاجه، فبمسحها كده في الاخر كده، تمام؟ خلصت كده الحمد لله الدنيا ومسحت وفرشت تاني. عايزه اقول لكم ان السجاده والحافظه دي يعني اتنضفوا تنظيفه فظيعه على السور بتاع البلكونه، وعملتهم بقى بالفرشه زي ما انا وريتكم قبل كده بعملهم ازاي، وبينزلوا كل اللي فيهم، ما بيبقاش فيهم اي حاجه، يعني الحركه دي بتبقى احلى من 100 مكنسه بصراحه، بتنزل كل التراب وكل حاجة مستخبية جوه الشعر بتاع الشاك ده. دلوقتي بقى معاد الصلاة او معاد الخطبة. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا، ولكن قف معي الى القيد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله. خلصت صلاة الجمعة، وعايزة اقول لكم ان ايسل ومحمد باباهم وراجع من الصلاة اشترى لهم كده زي ما انتم شايفين المسدسات دي، المسدسات صبيان يا سوما مش للبنات بس، هو لو جاب لمحمد بس كانت هتبقى كارثة، لازم الاثنين يجي لهم زي بعض، ما خلاص يعني، وهم الاثنين لازم يجي لهم زي بعض، فزي ما انتم شايفين حبوا ان هم يوروها لكم وقالوا لي صورينا. بعد كده ما خلصنا وعلى العصريه كده دخلت بقى على المطبخ، شربنا الشاي والدنيا بقت تمام يعني، وقعدنا بقى والولاد فطروا بعد ما صحيوا من النوم،
وخدت ريست طويل كده، وقلت بقى بعد كده ادخل بقى احضر معاكم الغدا. بصوا بقى انا مش هاخد منكم وقت طويل النهارده، احنا النهارده هنحضر للغدا، بس احنا هنعمل ايه بالظبط هقول لكم في الفيديو بتاع بكره. الوصفه هقولها لكم في الفيديو بتاع بكره عشان الناس اللي بتتضايق، معرفش بصراحه في ناس بتتضايق ليه من الموضوع ده، بس يعني قلت اريحكم. هعمل لكم هنا كده التحضيرات، والوصفه هنزلها لكم بكره ان شاء الله لوحدها في فيديو منفصل. فدلوقتي بقى هطلع معاكم كل المكونات والمقادير والحاجات وكده، وهنضفها. طلعت كده بطاطس، طبعا انا مطلعه على قد العدد عندي، يعني الاربع بطاطسيات دول هيقضينا يومين يومين ما شاء الله يعني. فانا مطلعه اربع بطاطسيات، بصلايه كده وسط زي ما انتم شايفين، نضفت الكلام ده كله ورحت بقى على الحوض عشان اغسل الكلام دوت، وكمان غسلت فلفل وطماطم تمام، غير البصل والبطاطس، ادي فلفل وطماطم انا غسلتهم اصلا، ونضفت الطماطم من اي حاجه فيها او كده. وكنت مطلعه نص كيلو لحمه من الفريزر فك اهو زي ما انتم شايفين، وحطيته كده في الطبق ده. وجبت بقى القطاع او البلانش او اي حاجه عندك بتقطعي عليها، حتى لو بتقطعي على الرخامه ولا هتفرق، ما دام منضفاها كويس وبتشتغلي في بيتك سيبك بقى من القطاعات ولا الكلام ده. انا كنت عاده بقطع على الرخامه، ببقى منضفاها كويس قوي وبقطع عليها عادي جدا، بس طبعا عشان التصوير وعشان في ناس مش بتحب المنظر ده، فبحب اريح الدنيا حواليا يعني، وبجيب بلانشات طبعا للتقطيع. بس طبعا تقطيع الفراخ مختلف، لو ما عندكيش قطاعه لازم تقطعيها في الحوض وتغسليها كويس جدا، وتخرجيها بقى نظيفه فله، وتغسلي الحوض وتعقميه كويس جدا تمام. كل حاجه ليها حاجه، كل حاجه ليها اصول زي ما بيقولوا. فهنا كده بدات ان انا اقطع الفلفل، وعايزه اقول لكم والله العظيم يا جماعه بجد انا بستفاد منكم كتير جدا، زي ما يعني انتوا بتستفيدوا مني بس انا كمان بستفيد من المعلومات بتاعتكم جدا. مهما كان عندي معلومات بحاول ان انا انفع اي حد فيكم مش عنده معلومه صغيره بعرفها له، بس انتوا كمان بتفيدوني جدا. لان بصوا عايزه اقول لكم حاجه، حد بعت لي المره اللي فاتت، انا وريتكم الفيديو اللي فات بتاع الروتين اللي فات، وكان فيه مشتريات، وكان فيه مشتريات اللي هي البتاع دي الثلاث طاسات الجرانيت. حد بقى من المتابعين قال لي يا سوما عايزه تحافظي على طقم البتاع الجرانيت ده، ادهنيه زيت وسيبيه ليله كامله بالزيت دوت، وبعد كده امسحيه بمنديل واستخدميه. فالحركه اللي انت هتعمليها دي هتطول عمره معاكي، وهتخليه ما يبصش بسرعه زي الاطقم اللي ما بيتعملش فيها كده. فعايزه اقول لك ميرسي جدا 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 على المعلومه، واكيد هنفذها، وهنفذها معاكم على فكره الفيديو الجاي ان شاء الله. علشان خاطر كده بصوا يعني زي ما بقول لكم كده، زي ما انا بستفاد منكم زي ما بفيدكم. بصوا هنا المكان هنا بعد ما قطعت عليه ونضفت عليه وكده، قمت جايبه قماشه وغسلاها بخل وصابون مواعين، وجيت هنا رحت مسحت وحاطه الايموشن ده عشان للاسف ما كنتش لابسه الحجاب، وبرده بنت في الرخامه. بصوا بقى يا جماعه دوت الاكله اللي انا هعملها بكره ان شاء الله. بصوا وصفه جباره اقسم بالله، حاجه كده خيال. طبعا انا اقول لكم عملتها ازاي بالتفصيل بكره في فيديو بسيط وقصير جدا. اللي حابب يشوفها او حابب يعرف انا عملتها ازاي او كده، انا وريتكم شكلها قبل، وهوريكم كمان شكلها بعد ما خرجت من التسويه. وهنا كده هولع على الحله دي علشان خاطر هعمل فيها الرز، وطبعا عملناه مع بعض كتير جدا. سمنه ورز بعمله اللي هو اللونين اصفر وابيض. تمام، عملنا الرز كده بالطريقه التقليديه، وده شكل الاكل بتاعنا. عايزه اقول لكم طريقه بجد رهيبه رهيبه رهيبه، ولازم لازم تجربوها، لان الطعم بتاع اللحمه دي يعني مختلف تماما، احلى من اللي احنا بنشتريها اللي هي بتاعه الكبابجي. الكبابجي بمراحل يعني بصوا مفرغه ازاي من جوه، وتحفه جدا جدا، لازم تجربوها. وان شاء الله انا هنزلها لكم بكره لو حابين تعرفوا طريقتها او طريقه الغدا بتاعنا ده كان عامل ازاي. بعد ما خلصت بقى الغدا عشان ما طولش عليكم زي ما اتفقنا، بصوا بقى دول شويه المواعين اللي اتفضلوا عندي، وحطيت معاهم الثلاث طاسات اللي احنا كنا شاريينهم في فيديو امبارح علشان يتغسلوا. فاول حاجه هلم كل المواعين دي ادخلها في غساله الاطباق،
بصوا بقى الغسالة اتملت ازاي، اتحشرت كده يعني، بصوا فيها كمية كبيرة جدا جدا جدا. وادي المسحوق، اقفل كده وهروح اشغل الفيشة بتاعت الغسالة، لان بشيلها برضو زي ما انتوا قلتولي ان انا بشيلها بعد كل استخدام، وهشغل عليها دورة وهسيبها بقى مع نفسها، وهلم بقى الحوض زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما اتفقت معاكو ان انا بستفيد منكو زي ما بفيدكو، فادي الطاسات انا غسلتها، وبعد ما غسلتها يعني انا بعد ما صورت الفيديو التعليق جالي، بس هي خلاص اتغسلت وهي محطوطة كده على الرخامة تتصفى لبكرة. بس ان شاء الله بكرة برضو هوريكو انا عملتها ازاي، زي ما هي قالت لي بالظبط، علشان لو حد مش عنده المعلومة زي كده، ما كانش عندي المعلومة دي خالص، يعرفها، علشان خاطر الحاجات دي بتبقى غالية وبنحاول ان احنا نحافظ عليها بقدر الامكان وبأي طريقة تيجي قدامنا، يعني علشان خاطر ما نخسرهاش بسرعة او كده. هنا كده بدأت ان انا اغسل بقى الحاجات الالومنيوم بالسلكة اللي هي الخشنة بالشكل ده، حاجة يعني بصوا الموضوع اتلم الحمد لله بفضل ربنا طبعا وبفضل غسالة الاطباق، اتلم يعني على طول ما خدش وقت. بصوا بقى اليوم كده هو اي نعم يبان لكم متعب، بس هو والله الحاجات دي كانت متفرقة مش جاية ضغطة ورا بعضها، يعني الصبح بدري كان الترويق، فطرنا الصبح برضو بدري، قعدت ريحت شويتين، وبعد كده على العصرية قمت عملت الغدا، ريحت شويتين تاني وشربنا الشاي وقعدنا نرغي بقى، انتوا عارفين الرغي بتاع بعد الغدا ده، قعدنا نرغي شويتين، وبعد كده قمت شطبت المطبخ، كانت الساعة تقريبا 10-11 في تشطيبة المطبخ، بعد ما خدنا وقت طويل جدا بعد ما قعدت كده بقى ايه بعد الاكل والشرب وكده. فالموضوع مش مرهق ومش متعب على قد ما هو لذيذ. حتى في تعليق جايلي على الفيديو اللي فات من بنوتة اسمها نهى، وبتقولي بحبك جدا يا سومة وحببتيني في الجواز جدا والله. فعايزة اقول لكم والله العظيم الكومنتات دي بتسعدني جدا، يعني في ناس بتبقى متوقعة ان الجواز ده علقة موت، لا والله الدنيا سهلة وبسيطة، يعني اهم حاجة ما يكونش فيه مشاكل، بعد كده يكون في تفاهم ما بينك وما بين زوجك، وشغل البيت ده يعني من ابسط واتفه امور الحياة اللي هتقابلك بعد كده، لا في حاجات اصعب من كده بكتير. فشغل البيت والحاجات دي الطبيعي بتاع كل يوم اللي انت اصلا المفروض بتعمليه في بيت مامتك اساسا قبل ما تتجوزي، طبعا في فترة التدريب بتاعت قبل الجواز دي، يعني اللي انت لازم تبقي متمرنة فيها كويس قوي قبل ما تتجوزي، يعني لازم كده قبل ما بنخرج من بيوت اهالينا كلنا، والدتي ووالدتك وكل امهاتنا بتعمل لنا فترة ايه تدريب كده، فاهمين؟ فالموضوع سهل، اللي هتعمليه هناك هو اللي هتعمليه هنا، مع يعني عايزه اقولك انت عندك اخوات وعندك بابا وعندك ماما وعندك انت وعندك اخوات بنات وصبيان، فانت عندك اصلا اسره انت بتبقي شايلاها قبل ما بتخرجي من البيت. فبعد كده لما بتتجوزي بيبقى ان انت وجوزك وطفل صغير ولا طفلين بتبقى الدنيا سهله وبسيطه، يعني انت اصلا بتبقي متدربه على الكلام ده من قبل كده. تمام. كومنتك اسعدني، وعايزه اقول لكم ان انا خلصت وشطبت المطبخ والدنيا الحمد لله هسيبها رايقه لتاني يوم كده، وزي ما انتم شايفين الشنطه بتاعه الزباله دي هتخرج. واخر حاجه اقولها لكم، يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، وهستنى تعليقاتكم الحلوه. واخر حاجه اقولها لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.